ايوه هذه نكتة متاع نهار الجمعة في الليل قبل ما غدو البارتيك الترجي والإطوال دقيقة هي سي فوزي عطينا المكالمة الأولى يرحم والديك. ألو الو، احكي لنا نكتة يرحم بوك. اسمع اسمع، شد عندك. قال لك فما ولد هديه ربي يصلي، ايه جاي البو قال له راك راجل كبير وما تصليش، عيب عليك حرام. قال له ايه شقولك نعطيك كل يوم 5000 وتولي تصلي؟ قال له بوها تخلصني نولي نصلي. جاء نهار الاول روح من الخدمه، الطفل عطاه البو 5000، قال له صليت؟ قال له ايه، عطاه 5000. جاء النهار الثاني عطاه 5000، النهار الثالث 5000، فد الطفل ما عادش عنده فلوس. بعد 3 ايام ماهوش يعطي فيه في الفلوس. جاء النهار الرابع قال له ايه يا ولدي اعطيني هيك حق 3 ايام اللي مصليهم. قال له يا بابا راك تصلي لربي ماكش تصلي لي. قال له عارفك ساقط اخافي، انا صليت لهم من غير وضوء. قلت يا ربي